طلاب الثالث الاعدادي حبايب الابطال، رجعت لكم محاضره جديده من الوحده الثالثه. بهذه المحاضره يا شباب راح نخلص على عائله الاف الشرطيه، راح نختم عائله الاف الشرطيه. بالمحاضرات السابقه شرحنا الفيرست سكند ثيرد، بهذه المحاضره حناخذ الزيرو او استاذ الزيرو ما يقولوا ما تجي الوزاره. اي صح ما تجي الوزاره، بس اكو بعض الطلاب قلقين. انا قلت لك بدقتك يابا هذه مو مهم والله، بس اكو طلابي حقهم يقول لك انا ابقى خايف، خاف تجي الوزاري ما اعرف شنو، فيبقى قلق. لذلك انا ما احب ان الشخص يقرا عليه يبقى قلق ويسال هاي الاسئله، لذلك احب كل شيء اشرح له، كل شيء يكون موجود عنده على الورق. اوكي، خاطر انه لما يفوت الامتحان ما يكون قلق، كل شيء يعرف. فطلاب خلي ابشرك بشغله، انه حاله الزيرو حتى لو انت ما قاريها بالوزاري حتقدر تحلها، لانه هي اثنين المضارع بسيط ومضارع بسيط، واحنا زمن المضارع البسيط اصلا دارسين يعني. فهي حالتي الحاله هذه بها مضارع بسيط ومضارع بسيط، يعني انت من فاهم الزمن خلاص انتهى الموضوع. من يقول لك زيرو قل له هذا مضارع بسيط ومضارع بسيط، ينتهي الموضوع كان اوكي. وحتى لو يجيب لك جمله هم راح تكون عندك مضارع بسيط. فحتى لا اطول عليك، تعال خلينا نفوت انا وياك بحاله الاف الشرطيه اللي هي الزيرو. الزيرو كونديشنال يا شباب، يجيك الاف في البدايه او تجيك الاف بالوسط، بالحالتين تكون عندك مضارع بسيط. وركز لي على فد شغله جدا مهمه، اذا جاب لك جمله مو جملة اف، الجملة الأخرى مضارع بسيط، غصبا عليك تحل الجملة مال اف مضارع بسيط. غصبا عليك شنو؟ تحل الجملة مال اف مضارع بسيط. طلاب أرجع لك مرة ثانية، عندك جملتين، جملة اف هنا مثلا خلينا نقول بالبداية، هاي الجملة جاب لك إياها مضارع بسيط، وهنا طاق قوس. شوف بالفيرست احنا قلنا مرات من أنت مضارع بسيط نحل مستقبل، صحيح، بس المستقبل ما يصير يجيب حالة الاف، اذا معناه هاي مضارع بسيط، فهاي راح تكون همين مضارع بسيط لانه جايب جملة الاف. فجملة الاف دائما تكون مضارع بسيط سواء كانت بالزيرو او كانت بالفيرست، دائما جملة الاف تكون مضارع بسيط بحالة الزيرو بحالة الفيرست، دائما جملة الاف تكون مضارع بسيط بحالة الزيرو وحالة الفيرست، دائما جملة الاف تكون مضارع بسيط بحالة الزيرو وحالة الفيرست. اعيد لك اياها مرة ثانية، اعيد لك اياها مرة ثانية تبين محشش انت اليوم بوي. جملة اف دائما شو تكون مضارع بسيط بها حالة بالزيرو بالفيرست. اوكي اوكي، فاذا حال لك الجملة الثانية مضارع بسيط ترجع تحل مضارع بسيط، واذا حال لك الجملة الثانية مستقبل بسيط هم ترجع تحلها مضارع بسيط اللي هي جملة الاف، لانه دائما جملة الاف تكون مضارع بسيط بالزيرو وبالفيرست بالاثنينات بالحالتين. فنجي هنا على هاي الجملة، if I not bring some books I usually get very bored on the plane. correct، صحح. نجي على الموضوع مالتنا اف، اف الشرطي هذا ما له علاقة بي. استاذ ليش ما له علاقة بي؟ هذا هو مطلوب من عندي انا على المعطى. المعطى ده يقول لي I usually get مضارع بسيط. عندك شغلتين عرفت مضارع بسيط، اول شيء فاعل وفعل مجرد، وشغله ثانيه عندك usually اللي هي دليل على المضارع البسيط. usually sometimes always هاي تعتبر شنو؟ often، كلها تعتبر دليل على المضارع البسيط. فبما انه هذا مضارع بسيط، هذه جمله الافهم راح تكون مضارع بسيط. اوكي، عندنا هنا الجمله الاخرى مضارع بسيط، اذا هاي هم مضارع بسيط. والجمله منفيه المضارع البسيط بالنفي لو دونت لو doesn't، ها لو don't لو شنو doesn't حسب الفاعل، الفاعل I، الI شو ياخذ؟ ياخذ don't، والفعل ينزل نفس ما هو bring. ها شباب تشوف سهلة جدا الوضعية هاي، طبعا دني بس لأن جملتين جايات بالوزاري ما جايات أبد غيرها. He gets angry if his sister borrow his CDs. correct the form of the verb. He gets فعل مضارع بسيط، انتهى الموضوع. من شفت هاي الجملة كلها مضارع بسيط، إذا هاي هم راح تكون عندك مضارع بسيط. أوكي ستوب، نعم، ليش ما نحل هاي المستقبل؟ ليش ما عرفناها؟ شلون عرفناها إنه فيرست؟ شوف راح أقول لك. ليش شلون عرفناها زيرو؟ العفو، أنا أقول لك ليش عرفتها زيرو. أول شيء أنت هاي الجملة شنو؟ مضارع بسيط. إذا جملة إف لازم شو تكون؟ دائما تكون مضارع بسيط، سواء كانت هاي مستقبل أو مضارع بسيط، هاي راح تكون مضارع بسيط، فخلي ببالك، جملة إف بالفيرست بالزيرو دائما مضارع بسيط، هاي تحل لك كل المشاكل مالتك صدقني، جملة الإف بالزيرو بالفيرست دائما مضارع بسيط.
زين، هاي نجي على هذه الجملة حلها مضارع بسيط. المضارع البسيط عندي فعل، هذا الفعل لو ضيف لأس لو مجرد. استاذ شلون تعرف هاي الملاحظات؟ لك بويا غير حكينا بالحالة مال فيرست، غير حكينا بالمضارع البسيط، الفعل لو ضيف لأس لو مجرد. استاذ هنا أنا عندي سيستر مفرد، إذا الفعل شو نضيف له هنا؟ نضيف لأس بروس. أوكي. هذه هي الحالة الزيرو أو الزيرو كونديشنال عفوا. حالة الزيرو شنو؟ حالة الزيرو كونديشنال خلاص. هذه كل الملاحظات خاصة بي، جاية مرتين فقط بالوزاري. زين، هسه احنا خلصنا الاف الشرطية كلها. خلصنا الاف الشرطية كلها، أنا راح أرجع لك للمخطط مالتنا القديم. خلصنا الاف الشرطية كلها اللي هي بالدرس الثاني. الاف خلصت. الاف الشرطية. بقى عندنا تمرين مال توصيلات خاص بموضوع الاف الشرطية. تعال خلي ناخذه انا وياك. طلاب حنجي على التمرين اللي خاص بالتوصيلات اللي هو تمرين اي صفحة 51 بالدرس الثاني. كتاب النشاط، كتاب التمارين اللي هو اكتيفيتي بوك. كلش مهم هذا، وزاري 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 وزاري. يعني تخيل انه هسه كم جملة عندنا؟ 7 جمل. هاي 3 من عندنا 4 مرات، يعني 4 مرات او 5 مرات جايبين 3 جمل بسنة واحدة او بدور واحد. يعني ممكن انت 3 درجات تحصل بس من هذا التمرين. فتخيل تمرين كلش مهم بالوزاري، دير بالك من عنده. وبالشهري وبنصف السنة كذلك يجيك نصا، يعني بالشهريات كلش كلش شوي يجيبونه، وحتى بنصف السنة هم يجي، وبالوزاري بعد أشهر من نار على العلم. تمرين كلش مهم، حاول هسه ترجمه وياي، جيب كتابك ترجمه وياي واحفظه هنا بالمحاضرة. باو علي، منطيك 7 جمل توصلين على هاي الجمل 7 الأخرى، يعني تربطهن، سوي جملتين. شوف نقطة الأولى ايش ده يقول؟ ده يقول I can't get to sleep. I can't get to sleep. لا أستطيع الخلود إلى النوم أو لا أستطيع النوم if I drink a lot of coffee. إذا شربت الكثير من القهوة. هذا منطيك هنا مثال. قايل لك هاي، شوف هسه أنت هنا موصلها على هاي الجملة. اللي هي واحد تروح ويا جملة بي if I drink a lot of coffee. إذا شربت الكثير من القهوة. زين، نجي على الثانية. هسه راح أجي أترجم لك إياها بعدين نحلها. النقطة الأولى، النقطة الثانية شو تقول؟ تقول if I lend my brother CDs. إذا أنطيت أو أقرضت أخي شنو الأقراص. إذا lend معناها يقرض أو ينطي، إذا أنطيته أو أقرضته شنو السيديات. If you work in a marketing، إذا تعمل في التسوق، إذا كنت تعمل في التسوق. If you are good at languages، إذا كنت جيد في اللغات. My parents get worried. والداي يصبحون قلقين، ووالداي ينتابهم القلق. هسه راح نجي نكمل الجملة. You need to improve your English. تحتاج أن تطور لغتك الإنجليزية. تحتاج أن تطور لغتك الإنجليزية. Food goes bad. الطعام يفسد أو يفسد. الطعام يفسد. هسه نجي ناخذ الجمل ونحطهن ويا ذني الارقام. شوف النقطه A، if I come home late. if I come home late، اذا رجعت للبيت متاخر ايش راح شنو اللي يصير؟ my parents get worried. والداي سيصبحون قلقين او ينتابهم القلق اذا انا رجعت للبيت متاخر. فهاي A تروح ويا النقطه الخامسه. فنقول my parents get worried if I come home late. If I come home late. زين. If I drink هاي محلول. See he always loses them. هو دائما يضيعهم. هاي شنو دي يحكي؟ دي يحكي على القراص. If I lend my brother CDs. إذا انطيت الأخوية إذا عرت أخوية السيديات إيش راح يسوي؟ He always loses them. هو دائما يضيعهم. وهاي عندك الثانية C. You can be an interpreter. You can be an interpreter. تقدر تصير مترجم. شو وقت تصير مترجم؟ إذا كنت جيد باللغات. إذا أنت جيد في اللغات. If you are good at languages. إذا كنت جيد باللغات راح تقدر تشتغل كمترجم. زين. Unless you keep it in the fridge. ما لم تحفظه في الثلاجة. هذا يحكي علي من هو؟ يحكي ممتاز على الطعام. الطعام يصبح فاسد أو يخرب إذا لم تحفظه في الثلاجة. زين. F. Your job is to encourage people to buy. Your job وظيفتك هي تشجيع encourage تشجيع الناس على الشراء.
تشجيع الناس على الشراء. هذا من هو الشخص اللي يعمل وين؟ بالماركتينج. هذا عندك F. If you work in a marketing، إذا كنت تعمل في التسوق راح تشجع الناس على الشراء. آخر واحدة هي If you want to study in Britain، إذا أنت تشتغل في بريطانيا أو إذا تريد تشتغل في بريطانيا، you need to improve your English، لازم تحسن لغتك الإنجليزية. هاي آخر واحدة. فهذا إن الجمل كلش مهمات. أنا اللي أريد عندك شو تسوي؟ هاي الجملة تأخذها تكتبها هنا قدام الجملة الأخ، فحتى تضبطها أكثر. وبالمناسبة هذين الجمل ترى كلهن first، حالة الفيرست، حالة أو العفو حالة الزيرو، كلهن يا جمل جمل الزيرو conditional. إذا تسأل منتبه عليهن كل راح تلقاهن جمل الزيرو. بس هو بالوزارة ما يجيب لك يا في شرطية، راح يجيب لك يا match وصل. أوكي يا شباب، لهنا انتهي عندك الدرس الثاني. نشوفكم إن شاء الله بخير بدروس أخرى من الوحدة الثالثة.